مرتبط بقى الحساب المفتوح. امبارح كانت في حلقه للكابتن اسامه حسني مع علي معلول في حوار خاص، وعملت ردود فعل ايجابيه جدا، والحوار بصراحه كان مثمر لدرجه كبيره، لان علي اتكلم في تفاصيل يا كابتن شريف، عارف انت بتقعد تشرحها وبتتكلم عنها وبتجيب النجوم السابقين والاجيال السابقه وبتقعد تتكلم فيها للناس، لكن لما يجي لك بقى حد في العصر الحالي 2020 وبيقول الكلام اللي احنا بنقوله حتى من سنين، يعني مثلا علي قال لك ايه، اللي يحب النادي الاهلي جمهوره عمره ما هينساه، اللي يحب النادي الاهلي جمهوره عمره ما هينساه. بص، علي معلول ده من اللعيبه اللي دخلت القلب، خدت بالك، من اول وهله كنا نزعل منه قوي، ها، لما يغلط في كوره، لان امكانياته كبيره جدا، ليه رصيد كبير عندك. وبعدين كان بيلعب ناحيتي انا كمان، فالراجل ده بقى بيلعب باك ليفت وينج ليفت وهاف ليفت وعامل مساعد. علي معلول خلى رمضان صبحي ايه، هو قال كمان اكتر الناس خلى رمضان صبحي يحافظ على الفينش شكله ازاي. انت فاكر رمضان كان بيعدي من واحد واثنين وثلاثه وعنده الاخرانيه دي، بهلك السابورت بقى اللي كان بيجي له ويعملها له، وبعدين يرجع يديها له تاني او يديها لسوليه بالرؤيه. انا في وينج ليفت ده ما كانش عندي الرؤيه الكبيره، ها، غير وانا ببص مثلا على اللي كان بيطلبها مني كان محمود الخطيب، كان بيقول لي الاخرانيه بقى بتعدي، عارفين انك هتعدي، تمام، علي معلول عارفين انك هتعدي، بس عليه نظره هو بيعمل كده وبيشوف مين اللي تقدر الكره تروح له مستريحه، نجم فيها ناس كتير قوي وكسب النادي الاهلي كتير قوي. فدي الشخصيه انت بتتكلم عنها، شخصيه تحترم جدا في الوسط الرياضي التونسي العربي، وبيعمل لنفسه الحقيقه، راجل فاهم. قال لك عايز اختم حياتي في النادي الاهلي، لا افكر بقى في عقد مالي ولا عقد مادي، علاقه بيني وبين النادي الاهلي مش علاقه ماليه، علاقة ود وحب واحترام. الظاهر احنا لما نبقى بعيد عن النادي الاهلي بنشوف احسن. انت لما تبقى بتتفرج على النادي الاهلي بتتمنى ليه انك تخش النادي الاهلي؟ ربنا ما ادالكش لسه النعمه دي انك تبقى فيها. انما لما تخش بقى وبتشوف وبتتعامل، ها، وربنا مديك كمان موهبه وبتحقق ده كله في بطولات، يعني كمان ما بتضيعش وقتك. مظبوط. ما بتضيعش وقت النادي الاهلي. ومؤدب ومحترم واخلاق، يعني ماشي مع الدستور، ماشي مع العيله. فكل ده مش تمجيد في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي خدت بالك هيعدي عليه 500 الف لعيب، انما النادي الاهلي هو زي ما قلنا. مظبوط. عدى عليه نص نص، عدى عليه مشاكل، عدى عليه اخفاقات في بطولات، عدى عليه كتير قوي، انما هو طول عمره لا يبحث الا على متعه الجماهير.